12 فبراير 1988 يصادف ميلاد نيكولاس هيرنان غونزالو أوتاميندي اللي ترعرع في تالار وهو حي صغير في بوينس آيرس، وكان طفل متعدد المواهب قسم وقته بين كرة القدم والملاكمة. استمر في ممارسة الرياضتين حتى اختار الكرة وترك القفازات. بدأ مسيرته في نادي أرجنتيني اسمه فيليز سارسفيلد، ولعب له ما بين فئات السنية وفئة الشباب والفريق الأول، وحقق معاهم دوري مقاطعة الأرجنتين. لعب مع بورتو، فاز بثمانية ألقاب كبرى منها 3 بطولات دوري وكأس الاتحاد الأوروبي 2011. لعب لفالنسيا فريق الخفافيش فالنسيا الإسباني، ولكنه ما قدر يحقق ولا بطولة. وأفضل شيء سواه مع فالنسيا أنه كان ضمن التشكيلة المثالية للليغا سنة 2015. كان تألق ونضج أوتاميندي واضح في مانشستر سيتي، ولعب مع هالنادي 5 سنوات كأكثر نادي في أوروبا، وحقق معاهم 9 بطولات منها الدوري وكأس إنجلترا، وكان من ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي 2018، وهو حاليا لاعب بنفيكا. في أبريل 2009 تم استدعاء أوتاميندي من مدرب الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا لمباراة ودية في بنما. وقتها كان لاعب 11 مباراة احترافية فقط، وكان استدعائه من النادي الأقل أهمية من بين كل أندية اللاعبين اللي تم استدعائهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010. الصحافة وصفت هالاختيار بالعشوائي، لأن أوتاميندي ما لعب بالفئات السنية للمنتخب ولا لعب مع النادي بشكل كافي ليتم تقييمه وتقييم إمكانياته. بعدها أثبت مارادونا أن له نظرة أكبر من انتقاد الصحف بتكرار اختياره من مدربين اليوم ورا مارادونا بعد 12 سنة من تواجده مع التانجو والوصول للدور النهائي عدة مرات. فاز ببطولة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل. أوتاميندي انولد مثل هاليوم. فبراير 2003 سجل راؤول غونزاليس هدفين لما فازت إسبانيا 3-1 على ألمانيا ليصبح هداف إسبانيا على الإطلاق بوقتها. ظهر لأول مرة دولياً سنة 96 وأحرز 5 أهداف فقط في السنوات الثلاث الأولى له مع الفريق المنتخب الإسباني، لكن قطع خطوته عام 1999 ب10 أهداف، وهو أكبر عدد على الإطلاق ليكون الإسباني الوحيد اللي سجل للمنتخب خلال عام واحد، ولم يكرر هذا الرقم ابدا. صار المهاجم الاول عند المدرب انياكي سايز، وصار قائد الفريق في 2002. كانت المباراه الوديه مع المانيا ضمن حمله تصفيات اسبانيا المؤهله لنهائيات كاس الامم الاوروبيه 2004، ولعبت المباراه في مايوركا بالما، وسجل راؤول الهدف الاول في الدقيقه 30. كان هذا الهدف رقم 30 في مسيرته الدوليه، وفض الشراكة مع زميله في ريال مدريد فرناندي هيرو اللي كان متعادل معه بمعدل الأهداف. بعدها أدرك فريدي بوبيتش التعادل للفريق الزائر بعد 8 دقائق، سجل راؤول بركلة جزاء، وأضاف جوتي الهدف الثالث لينهي المباراة 3-1 على العملاق الألماني أوليفر كان في نهاية مسيرته. سجل راؤول ما مجموعة 44 هدف لإسبانيا في 102 مباراة قبل اعتزال الدولي سنة 2006. بعدها تخطى رقم النجم ديفيد فيا ب 59 جول، ورغم ظهور أبرز اللاعبين مثل نينو توريس، لكن لا يزال راؤول يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين لمنتخب إسبانيا. لاروخا رغم سعادة راؤول بتحطيم هالرقم بلقاء ودي من أجل يورو 2004، لأن إسبانيا ودعت البطولة من المجموعات، ولم يسجل غونزاليس أي هدف في تلك البطولة، كانت ضمن مجموعة حديدية. وصل 2
منها إلى النهائي، فازت بالبطولة اليونان لأول مرة بتاريخها، البرتغال وصيفتها وروسيا الوحيدة اللي هزمت اليونان البطلة، كلهم كانوا مجموعة واحدة مجموعة حديدية. هذه قصتنا اللي تصادف تاريخ اليوم. في 12 فبراير 2007 أصبح نجم ميلان والبرازيل كاكا مواطن إيطالي، انضم أسطورة خط الوسط إلى ميلان 2003 ب8.5 مليون يورو بعد ما قضى 6 سنوات مع ساو باولو للشباب وموسمين مع الفريق الأول. سجل لروزونيري 14 جول في 44 مباراة عبر جميع المسابقات في عامها الأول، حيث فاز ميلان بالدوري وكأس السوبر الإيطالي، فوزه هو شخصياً كأفضل لاعب في الكالتشيو 2004. بدأ موسم 2006-2007 بداية قوية، انتهت بفوزه بدوري الأبطال وهو هدافه وأفضل صانع ألعاب فيه. كل شيء سوى كاكا بذاك الموسم، فاز بجائزة الكرة الذهبية قبل لا يتم احتكارها ما بين كريستيانو وميسي، وأفضل لاعب في العالم من الفيفا، وأفضل لاعب في البرازيل وأمريكا الجنوبية. في منتصف الموسم تقدم بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية وحصل عليها بالفعل في حفل خاص نفس تاريخ اليوم. ما كان الهدف من هالخطوة تغيير وضع الدولي، لأن مثل ما تعرفون نمثل البرازيل بالفعل وما لا يمكن أن يلعب لمنتخبين، ومقتنع بانتمائه ولا للبرازيل من بدايته معاهم من سنة 2001 تحت 20 سنة حتى اعتزال الدولي 2016، والقانون بالبرازيل يسمح له بامتلاك أكثر من جنسية، صار لاعب في الاتحاد الدولي او صار لاعب في الاتحاد الاوروبي، فتح مجال للتعاقد مع لاعب لاتيني خارج الاتحاد الاوروبي، صار من مصلحه الميلان بشكل عام. بعد الحفل قال كاكا: شرف كبير لي اني اكون مواطن ايطالي وبرازيلي بنفس الوقت، انا سعيد جدا بهالشيء، ما يساعدني بروحي لكن راح يساعد ميلان، وفعلا راح يفتح لهم مجال ان يستخدمون لاعب من خارج الاتحاد الاوروبي. بقى مع ميلان حتى يونيو 2009 بعد ما حقق معاهم الدوري والكاس والابطال والسوبر الاوروبي وكذلك كاس العالم للانديه، بعدين انتقل لريال مدريد ب 68.5 مليون يورو، ورد لهم سنه 2013 لموسم واحد فقط. كاكا اللي صنعه مع الميلان لن يتكرر، كاكا يمكن يعتبر من أسرع اللاعبين مع الكرة، رغم أنه تحس أن خطوته ما فيها سرعة لكن خطوته وايد كبيرة، هو يمتلك طول قامة ودربلينج عالي جدا، كاكا ذكي وكان يمتع في خط الوسط وعنده أهداف مسجلة باسمه من خارج الـ18 اللي يلعبها في الزاوية البعيدة. هذه كرات كاكا وهذه لعبات كاكا. كاكا صار مواطن إيطالي نفس تاريخ اليوم.